السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي شركة اسمها ديفولبرز بلس، مهتمية بتطوير البرمجيات وخصوصا في فلسطين وخصوصا للأطفال، وبرضو بيبقى في جزء خاص لذوي الهمم، ففيها شوية برمجات قوية جدا. لو انت عندك فكرة برنامج ومش عارف تعملها، ممكن تستعين بيهم ان هم يطوروا لك البرامج بتاعتهم. بيعملوا برامج حلوة على الاندرويد وعلى الاي او اس، في ممكن يعمل لك الموقع بتاعتهم، تطوير مواقع الويب، تطويرات الهاتف، تطبيقات الهاتف، حاجات خاصة بالتصميمات، السوفت وير ديفلوبمنت. فممكن تقول لهم ايه المتطلبات بتاعتك وهم يبدأوا ان هم يعملوا لك البرامج اللي انت عايزها. وممكن تتواصل معاهم بشكل مباشر، هم موجودين في غزة، ربنا ينصر اهل غزة. فان شاء الله اللي حابب يتواصل معاهم هيلاقي اللينك اسفل الفيديو، ودعواتكم لأهلنا في غزة. دي الخدمات اهيت.